السلام عليكم دراري بنات، اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع غاية في الأهمية واللي هو كيفاش نقدر نزيد في السوفل ديالي. إذا غنعرض لكم التمرين الأول اللي كنسميوه بالتمرين التفريغي، وهو تمرين جد مهم باش يولي عندي سوفل أكثر. إذا الخطوة الأولى من هذا التمرين أنني ضروري نكون مريح بهذا لابوزيسيون اللي مريحة أنا دابا. الخطوة الثانية هي أنني ناخذ شهيق عن طريق الأنف ديالي، وهاد المدة ديال الشهيق لا تقل عن 4 ثواني بالنسبة للناس المبتدئين وأكثر من 4 ثواني بالنسبة للناس المحترفين. ثم نحتفظ بالهواء في الرئتين ديالي لمدة لا تقل عن 10 ثواني بالنسبة للمبتدئين وأكثر من 10 ثواني بالنسبة للناس اللي هما محترفين. والخطوة الأخيرة هي أنني كندير الزفير عن طريق الفم ديالي ماشي الأنف ديالي بواحد الطريقة صحيحة. نتخيل قدامي شمعة وأنا باغي نطفي الشمعة، دونك ندير المدة لا تقل عن 5 حتى 6 ديال الثواني. إذا دابا ندوزو نناقشو علميا ونديرو تحليل لهاد التمرين، شنو تيطرى لداخل في الجسد ديالي. إذا أول حاجة كيوقع واحد التوسع وديلاتاسيون في الممرات اللي كتوصل الهواء للرئتين ديالي، وهذا الشيء غنشوفو دابا في التطبيق. وعلاش عندك مشكل في الرئتين ديالك وما عندك السفل؟ لأن الأنابيب اللي كيوصلوا لك الهواء للرئتين ديالك صغار بزاف، وبالتالي إلا خدينا الرئة هي الميكا غادي ندير حركة الشهيق والزفير وغنشوفو شحال ديال الوقت غادي تاخد ليا هاد الحركة. هاني ويلا لاحظتو أنني غير باش ندير شهيق وزفير خديت وقت طويل بزاف، وهذا اللي كيخلي الرئتين ديالك ما يستجبوش الحركات الرياضية اللي كدير خلال الحصة الرياضية أو خلال الجري. ودابا غادي نشوفو التأثير الإيجابي ديال داك التمرين التفريغي اللي وريتكم في الأول ديال لافيديو كيفاش كيعاوني باش نطلع من المردود ديال الرئتين ديالي واللي عندي سفل. أول حاجة الأنبوب اللي كيدخل لي الهواء كيوسع، ما كيبقاش كي كان في الأول، كان في الأول الأنبوب ضيق دابا كيوسع. من بعد ما كيوسع شوفوا الرئتين ديالي في حركة الشهيق والزفير السرعة اللي غادي تمتاتل لها. ألوغ كنلاحظوا ان ثلاثه ديال الحركات الشهيق والزفير يلاه كتساوي وحده اللي كنت كندير ملي كان عندي الانبوب ضيق. اذا هاد التمارين كيساعدوني بزاف، وبالتالي الرئتين ديالي كيوليو يمتاتلو الحركات اللي كندير سواء كان جري سواء نمشي في دروج. التمرين الثاني هو تمرين تطبيقي وكنديرو خلال الحصه الرياضيه ملي كنكونو كنترينيو وما بقاش عندنا السوفل كنتخنقوا. اذا شي واحد من الاصدقاء ديالي رش لي الماء على وجهي بحال ما هكا، علاش؟ لان القلب ديالك كتزاد النبضات ديالو، وهذا اللي كيخليك تحسن من الدوره الدمويه ديالك، وهذا كيعزز تمرير الاكسجين في كامل الجسد واللي كيخلي عمليه الشهيق والزفير ديرها بواحد الراحه تامه. وهذا التمرين راكم كتشوفوه ديما ولكن كيطرحوا هذا السؤال واليوم جاوبت عليه، هو ان مثلا بدر هاري كيكون مريح في كومبا في الكوان ملي كيكون المدرب كيدوي معاه كيجي واحد وكيغفلو كيرشو بالماء، راه ماشي هكاك، راه باش حتى السوفل ديالو يطلع سير بلاص. وفي الختام ما تنساوش راه هذه الحلقه قبل الاخيره من سلسله الناقشو علميه، اذا لا عجبكم المحتوى عجبوكم هذه الحلقات وبغيتوا سيزون واحده اخرى ما عليكم غير تشجعوني بلي كومونتير. تبارك الله عليكم ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله.